طيب نروح لزميلتنا مريم سميح في اهلي الجزيره علشان وترجع لك. لا لا كابتن بلال نروح نشوف زميلتنا مريم سميح من اهلي الجزيره ونشوف فرحه اعضاء نادي اهلي الجزيره. برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كباتننا الكبار وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك النادي الاهلي الى نهائي كاس السوبر المصري بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا طبعا ملوك البلس 90 زي ما احنا عارفين دايما. اكيد مباراه مش سهله ابدا امام سيراميكا كليوباترا, اجهاد كبير اكيد للعيبه بعد الحصول على برونزيه كاس العالم للانديه, ولكن دايما رجال النادي الاهلي على العهد وعلى الوعد. خلينا يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره يعني نشوف كده اراء الجماهير واراء اعضاء النادي الاهلي في هذه المباراه. برحب بيك طبعا في البدايه, قول لي كده شفت المباراه النهارده ازاي؟ بلس 90 يعني جول في وقت قاتل, شايف النهارده المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي, وطبعا المباراه كانت صعبه بس احنا قدها, والاهلي رجاله ولاعيبه رجاله وجهاز فني على اعلى مستوى. شكرا كولر, شكرا شوبير مصطفى شوبير طبعا انقذنا النهارده. سلامات طبعا لمحمد الشناوي, وان شاء الله البطوله من نصيبنا باذن الله. شفت النهارده المباراه ازاي؟ تقول ايه لمصطفى شوبير يمكن نزل في الشوط الاول اخر الشوط الاول وكمل كمان بقيه المباراه, شايف اداؤه النهارده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصطفى شوبير اثبت نفسه من اول مباراه لعبها في نهائي افريقيا قدام الوداد, وكان قدم عرض قوي جدا واثبت حضوره, واحنا واثقين فيه جدا جدا كبديل طيب وبديل ممتاز لمحمد الشناوي. وطبعا محمد الشناوي معلش اصابه, ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامه, بس احنا كلنا بنشكر اللعيبه وبنشكر الجمهور وبنشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكل الاجهزه المعاونه, وان شاء الله باذن الله الاهلي موفق ويفوز بالكاس السوبر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تقول ايه النهارده للاعيبه النادي الاهلي, وشايف ازاي كمان المباراه اللي جايه امام مودرن فيوتشر في نهائي كاس السوبر؟ النهارده اكيد شفنا مباراه صعبه جدا, اكيد اللعيبه باين عليها الاجهاد بعض الشيء بعد برونزيه كاس العالم للانديه. تقول النهارده وشايف مين رجل المباراه؟ النهارده رجل المباراه عاشور الحقيقه, وربنا يكرمهم, دول بيسعدوا الناس كلها, دول اللعيبه اللي بتوع افريقيا وبتوع العالم كمان, احنا في كل مكان بنشجعهم. انا بدي الفوز ده لابني في هولندا, مش هنا في هولندا, عشان هو بيشوف دلوقتي الماتش. متشكرين ليهم ومتشكرين لكولر ومتشكرين للكابتن محمود الخطيب, وربنا يا رب ينصرنا على طول. متشكرين لحضرتكم. لسه طبعا مكملين ردود افعال جماهير واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شايف حضرتك النهارده الماتش ازاي؟ ماتش صعب, جول في بلس 90, بس ده اللي احنا متعودين عليه من رجاله النادي الاهلي. تقول ايه عن مباراه اليوم, وشايف ازاي كمان اداء مصطفى شوبير بعد محل طبعا محمد الشناوي؟ والله شوبير لعيب كويس, و لا الاهلي دلوقتي تعبان, جاي من السفر وتعبان واجهاد وكده, بس الحمد لله يعني الحمد لله لعبوا كويس قوي يعني الحمد لله يعني, ومبروك على الاهلي, هياخد الكاس ان شاء الله ان شاء الله. تقول ايه اللعيبه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي, واحنا متعودين النادي الاهلي بيجي في الوقت الضايع وفي اخر وقت وبيفرح جماهيره وبيفرح الناس بتاعته كلها. شكرا. شايف المباراه النهارده ازاي؟ تتوقع ايه في النهائي كمان امام مودرن فيوتشر؟ ان شاء الله يعني اللعيبه هتكون قد المسؤوليه, واحنا برضو اللعيبه لسه تراجع من 72 ساعه ما لحقوش يريحوا, بس ده الاهلي معودنا على كده, احنا قد اي حاجه والحمد لله على الفوز النهارده, والحمد لله على كل شيء, والاهلي قد اي حاجه ان شاء الله. طبعا دي كانت يا كابتن ايمن اكيد اراء جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انت شفت طبعا اكيد كله كان بيتكلم عن تلاحم المباريات, طبعا لعيبه النادي الاهلي خارجه من اكيد بطوله هامه جدا كاس العالم للانديه والحصول على برونزيه كاس العالم للانديه, يعني يمكن ما لحقوش اكتر من 3 ايام, ولكن النهارده كانوا على قد العهد وقد المسؤوليه زي ما احنا عارفين دايما رجال البلس 90. طبعا اكيد بشكرك كابتن ايمن, بقول لك الف مليون مبروك مرة تانية, وإن شاء الله نلتقي بقى بكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بعد ما يحصل النادي الأهلي على كأس السوبر في نسخته الجديدة. بشكرك جدا, كلمة ليك مرة تانية.
برحب بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي على بعد خطوه واحده من تحقيق لقب جديد كاس السوبر المصري في ثوبه الجديد. ومعي بقى في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي من فرع مدينه نصر. ده طبعا الف مبروك الفوز في مباراه النهارده. عايز اعرف بقى راي حضرتك في المباراه. الله يبارك فيكي والف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. المباراة طبعا كانت مباراة صعبة والفوز جه في الوقت بدل الضايع في الدقيقة 93. طبعا الفرقة طبعا مجهدة ماتشات كتير وكأس عالم أندية. مبروك طبعا على البرونزية. بس احنا لسه مستنيين مهاجم. بصراحة احنا محتاجين مهاجم يليق بالنادي الأهلي. شكرا. يعني طبعا شفنا مباراه كبيره من اللاعبين، يمكن كان في اكيد اجهاد بعد كاس العالم الانديه، لعبوا ثلاث مباريات من العيار الثقيل، لكن كالعاده كان على قدر كبير من المسؤوليه وقدروا يحسموا المباراه. شايف مين مان اوف ذا ماتش؟ انا بصراحه اتفاجئت النهارده بمستوى الاهلي بعد البطوله الجامده جدا اللي لعبها في السعوديه واحرز المركز الثالث البرونزيه. يعني انا اتفاجئت جدا جدا النهارده بالمستوى بتاع النادي الاهلي. ما كنتش اتوقع ان اللياقه البدنيه في خلال يومين راحه بس تبقى بالمستوى ده يعني. والف الف مبروك للنادي الاهلي، وانا مبسوط جدا جدا النهارده. والنهارده امام عاشور وكل الفرقه كانت كويسه جدا، بس امام كان مميز جدا جدا يعني. والحمد لله ان احنا قدرنا نخلص الماتش النهارده رغم الاجهاد والبطوله الجامده جدا لعيبه الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. يعني يوم الخميس ان شاء الله هنواجه مودرن فيوتشر في المباراه النهائيه من كاس سوبر المصري. تحب تقول ايه للاعبين؟ لا ان شاء الله لعيبه رجاله وقدها وقدود، وان شاء الله هناخد البطوله، والبطوله اهلاويه بامر الله. المركز الثالث العالم لازم ياخد بطوله السوبر الافريقي، وان شاء الله بامر الله البطوله اهلاويه بامر الله في الجزيره بامر الله. يعني طبعا حققنا فوز النهارده الاهلي بلس 90 بخبره اكيد رجال النادي الاهلي. شايف المباراه ازاي النهارده؟ المباراه كانت جميله جدا جدا. يعني انا تفاجئت طبعا بالمجهود اللي هم عملوه في الملعب. كانوا رجاله على قد المسؤوليه، والبطوله مش سهله خالص. فرق المصريه فرق على اعلى مستوى. اتفاجئت طبعا انا حزين جدا طبعا على اصابه الشناوي، بس ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله زي ما عملنا مجهود رائع في كاس العالم للانديه، ان شاء الله هنعمل مجهود رائع في البطوله دي. ومستنيين ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله من اللعيبه الرجاله ان شاء الله. حضرتك تحب تقول ايه للاعبين بعد مباراه النهارده؟ واكيد ان هم يقدروا يتخطوا سيراميكا كليوباترا ويتاهلوا لنهائي البطوله باذن الله. وطبعا الف مبروك النهارده. الماتش كان كويس، الاداء مش قد كده بس طبيعي بعد المجهود الكبير اللي عملناه في كاس العالم للانديه. باذن الله الماتش الجاي هيبقى ماتش كبير طبعا، بس الاهلي قدها باذن الله، واكيد هنكسب البطوله الجايه باذن الله ان شاء الله. شكرا. يعني يا كابتن ايمن طبعا دي كانت لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي من داخل نادي الاهلي مدينه نصر. ان شاء الله بقى النادي الاهلي يفوز في مباراه يوم الخميس امام فريق مودرن فيوتشر، ونكون بنحتفل مع حضراتكم بعد التتويج بالبطوله. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه هنا بالقاسم. مرحب بك يا كابتن ايمن طبعا وبكل ضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا مبارك لك كابتن ايمن، مبارك لكل جماهير النادي الاهلي. يعني الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي النهارده على سيراميكا كليوباترا والتاهل للمباراه النهائيه من بطوله كاس السوبر المصري طبعا في نظامها الجديد. وزي ما حضرتك شايف طبعا يعني حاليا احنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه الشيخ زايد عشان انقل لحضرتك طبعا الاجواء هنا وفرحه اعضاء النادي الاهلي. طبعا مبارك لحضرتك مليون مبروك. تحب تقول ايه طبعا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وشايف المباراه النهارده ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. هو الاداء انا شايفه كمتوسط، هو لا يليق بكاس العالم للانديه، ولكن ده نتيجه الاجهاد. انا شايف ان اللعيبه كانت متعرضه لاجهاد جامد، ثلاث ماتشات كان اداء رائع جدا جدا، لكن ده انا شايف انه ماتش يليق بالمستوى المحلي لا يليق بمستوانا الدولي. لكن برافو فيوتشر طبعا، اسف برافو سيراميكا كليوباترا، اداء رائع جدا جدا النهارده. الشكر ل امام عاشور، مجهود فردي، اداء فردي. انا شايف برضو اللعب بشكل عام او بشكل متوسط، الاداء فردي. مودست مش موجود، دفعنا فيه فلوس كتير قوي. احنا يعني ممكن نعمل نقول لمودست عايزين افضل من كده، نقول لمعلول ميرسي على كل اللي حصل قبل كده، لكن انا شايف ان احنا الاهلي اعلى من كده بكتير. اداء متوسط بدون ما نزعل حد، اداء متوسط.
شايف حضرتك طبعا اداء ازاي النهارده لاعبي النادي الاهلي، وشايف المباراه عامه بشكل عام ازاي، واكيد مواجهه نادي فيوتشر في المباراه النهائيه. اول حاجه اقول الف مبروك للنادي الاهلي. خلينا اقول ان النهارده ثقافه الفوز عند لعيبه النادي الاهلي كانت سبب رئيسي في فوزنا النهارده. ثقافه الفوز عند الجهاز الفني، ثقافه الفوز عند الاداره، ثقافه الفوز عند الجماهير، ثقافه الفوز بشكل عام هي كانت سبب الرئيسي. الاجهاد كان عامل رئيسي جدا في المستوى اللي شفناه النهارده، شيء متوقع جدا المستوى اللي احنا شفناه النهارده. اللعيبه كلها رجاله، الحلول الفرديه يعني كانت موجوده. الذكاء اللي كان في امام عاشور النهارده هو المكسب الحقيقي للمباراه. ذكاء امام عاشور النهارده في التعامل مع الكرات الفرديه، والتعامل حتى وهو واقع في افكوره واثنين وثلاثه واربعه كان سبب رئيسي في نجاحنا النهارده. ثقافه الفوز كانت موجوده، ولولا الثقافه ديت ما كناش فزنا، وكنا بعد دقيقه 90 وكلنا قاعدين واثقين ان بعد دقيقه 94 95 الاهلي هيجيب جون وهيخلص المباراه ولن يصل لضربات الجزاء. حظ اوفر للفرق كلها اللي موجوده، وان شاء الله الكاس معنا. شكرا، بارك لحضرتك. شكرا، مبروك طبعا لحضرتك. شايف المباراه النهارده ازاي؟ ويمكن شفنا في المباراه النهارده يعني التعب باين على لعيبه النادي الاهلي من كاس العالم للانديه من السعوديه للامارات، ولكن يعني شفنا النهارده المباراه وفوزنا الحمد لله. فشايف ازاي اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه؟ الحقيقه يعني ببارك ليهم، وهي المباراه صعبه، او بمعنى صح يعني اتصعبت علينا، لكن ده شيء طبيعي نتيجه تلاحم المباريات. لسه راجعين من كاس العالم للانديه بعد اداء مشرف جدا، وفي السعوديه في كاس العالم للانديه، وكنا نطمح طبعا ان احنا نوصل للنهائي مع مانشستر سيتي، لكن ده نتيجه طبيعيه. يعني شيء طبيعي ان انت تلاحم المباريات، ده بيبقى صعب جدا وبيسبب اجهاد، لكن كلنا قاعدين واثقين ان النادي الاهلي في اي وقت هيخلص الماتش، سواء بلعبه فرديه سواء وصلنا لضربات الجزاء، كلنا واثقين. وببارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعا. ميرسي لحضرتك. ميرسي، ببارك طبعا لحضرتك. شايف النهارده ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي في المباراه، وشايف كمان المواجهه فيوتشر؟ طبعا الكل كان متوقع وصول بيراميدز للنهائي، ولكن المفاجاه طبعا النادي الاهلي هيواجه فيوتشر في مباراه نهائيه. اولا ببارك للفرقه النهارده الصعود للنهائي. الفرقه جايه مجهده، بتلعب ثلاث ماتشات في بطوله من اقوى البطولات. الكوتش ما لحقش يعمل ريكفري للفرقه، فبس احنا واثقين، احنا قاعدين واثقين ان فرقه النادي الاهلي ان شاء الله هتكسب. ايا كان الوقت الجون هيجي. الحل كان في الحلول الفرديه، والحمد لله، وان شاء الله باذن الله هيبقى ماتش فيوتشر ماتش كويس، زي مش فارق معانا يعني بيراميدز فيوتشر. ان شاء الله احنا احسن فرقه في مصر باذن الله، وهناخد الكاس باذن الله. ميرسي جدا حضرتك. ميرسي كده. طبعا يا كابتن ايمن، زي ما حضرتك شايف يعني اراء اعضاء النادي الاهلي طبعا رايهم في المباراه النهارده فنيا، وطبعا توقعاتهم بالتاكيد للمباراه النهائيه امام فيوتشر. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميله العزيزه سالة حامد.